بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، هنراجع النهاردة إن شاء الله الفرع الثاني عندنا، فرع المنطق. فرع مهم جدا وعليه درجات كتير. طبعا المنطق مختلف عن الفلسفة، إن الفلسفة يعني معظم الموضوعات بتاعتها نظرية، لكن في المنطق هنشوف بعض المسائل أو بعض الأسئلة. طيب تعالوا نبدأ مع بعض بالفصل الأول اللي هو مبادئ علم المنطق. ممكن يجي لي سؤال يقول لي حدد معنى المنطق لغة واصطلاحا. احنا قلنا قبل كده ان المنطق في اللغة مشتق من كلمة يونانية وهي لوجوس. طيب لوجوس دي باللغة اليونانية ايه معناها؟ لوجوس باللغة اليونانية تعني العقل. طيب معنى كده ان المنطق ده بيهتم بدراسة العقل او التفكير الانساني اللي الانسان بيستخدم فيه او بيعتمد فيه على العقل. طيب ده لغويا. طيب من الناحية الإنجليزية أو في اللغة الأجنبية، طب في اللغة العربية كلمة المنطق مشتقة من النطق. طيب النطق ده زي ما قلنا إن هو الكلام الصادر من العقل أو من التعقل. يعني المنطق مشتق من كلمة معناها النطق، زي ما قلنا اللي هي الإنسان الكلام اللي بيصدره أو بيقوله بعد تفكير أو بعد تعقل أو تأمل. طيب ده لغويا. طب كمصطلح هنلاقي إن المنطق هو العلم الذي يدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح. يعني المنطق ده عبارة عن علم بيضع علينا قواعد، لو إحنا التزمنا بيها بنسبة كبيرة جدا هنضمن إن تفكيرنا يكون تفكير سليم وصحيح وبعيد عن الأخطاء. طب ما هنستنتج حاجة من التعريف ده كده، إن التفكير السليم ده إحنا محتاجينه في كل المجالات. يعني إحنا ممكن نستخدم المنطق ده في كل مجالات الحياة، في الفقه، في التشريع، في القانون، في العلوم المختلفة، في الرياضيات. يبقى المنطق كمصطلح قلنا هو العلم الذي يدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح، وزي ما شفنا إن هو بيستخدم في جميع مجالات الفكر والحياة. طيب تعالوا بقى نتكلم على نشأة وتطور علم المنطق. طبعا علم المنطق ده لو جينا نتكلم عنه هنلاقي ان مر من عصر لاخر واختلف طبيعته. يعني مثلا لو جينا اتكلمنا على المنطق في العصور اللي هي كانت بتعتمد على الجانب الذهني او العقلي فقط، هنلاقي ان المنطق هنا كان اسمه المنطق الصوري، اللي هو بيهتم بس بالعلاقات بين الاشياء، يعني ملوش دعوه بالمضمون او المحتوى، لا هو بيهتم بالعلاقات الصوريه او الشكليه بين الاشياء. لكن لو جينا نتكلم على العصور اللي هي اللي كانت بتهتم بالتجارب او بالملاحظات او بغيره، هنلاقي ان المنطق هنا اسمه المنطق التطبيقي. ده بقى اللي بيهتم بالمضمون زي اللي بيستخدم في العلوم مثلا الطبيعيه زي الكيمياء والفيزياء. طيب مين اللي ساهموا في نشاه علم المنطق؟ عندنا طبعا اشهر العلماء او اشهر الفلاسفه، اولا فلاسفه اليونان. عندنا هنلاقي ارسطو. ممكن يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي يعد ارسطو هو الواضع او المؤسس الحقيقي لعلم المنطق، دلل على ذلك او علل او صحه او خطا العباره. يعني مثلا ارسطو هنلاقي ان هو اعتمد على افكار السابقين زي افلاطون وزي سقراط وغيرهم. وكمان ليه بنعتبره ان هو المؤسس الحقيقي للمنطق؟ لانه افرض له العديد من الكتب، يعني خصص ليه كم هايل من الكتب بتاعته او من الكتابات بتاعته لدراسه المنطق. كمان ارسطو لما جه عرف المنطق عرفه لنا بانه آلة للفكر. يعني ايه آلة للفكر؟ يعني هو اللي بيقوم بضبط الفكر وتوجيهه توجيه صحيح. وفي نفس الوقت ارسطو عرف لنا المنطق او جعل المنطق مدخل لكل العلوم. يعني قبل دراسه اي علم من العلوم، كيمياء، فيزياء، احياء، رياضيات، فلك، اي علم، لازم الاول دراسه علم المنطق. يبقى عشان كده زي ما قلنا ان ارسطو بيعتبر او بيعد هو المؤسس الحقيقي لعلم المنطق. طيب هننتقل بعد كده لعلماء المسلمين. عندنا منهم الفارابي وعندنا الغزالي. طبعا لو جينا نتكلم على الفارابي وتاثيره في علم المنطق، الفارابي قال ان المنطق هو اللغه الفوقيه التي تقدم للعلماء قائمة نموذجية من المصطلحات. يعني ايه؟ يعني
المنطق بيميز شخص عن آخر إن هو بيقدم له، يعني مثلا العلماء المنطق بيميزهم عن غيرهم إن هو بيجعلهم يستخدموا الألفاظ بمنتهى الدقة عشان ما يحصل لهمش أخطاء في التفكير. طيب زي ما قلنا بيقدم لهم قائمة نموذجية من المصطلحات التي تساعدهم على تفكير ليس به غموض أو ليس به أخطاء. يبقى لو هنيجي نميز الفارابي زي ما شفنا إن هو قال إن المنطق هو لغة فوقية، يعني بتجعل الإنسان يتفوق على غيره في التفكير. طيب بعد كده عندنا الغزالي. الغزالي لما جه اتكلم على المنطق قال لا يوثق بعلمه من لم يدرس المنطق، يعني الشخص اللي غير دارس للمنطق. احنا قلنا المنطق بيضع قواعد التفكير السليم، طب انا مش دارس للمنطق، معنى كده ان احتمالية اخطائي في التفكير هتبقى كبيرة. طب ازاي عالم تمام هنثق في القوانين والنظريات بتاعته وهو نسبة الاخطاء عنده كتير؟ عشان كده قال لا يوثق بعلمه من لم يدرس الايه المنطق. وفي نفس الوقت الغزالي طبعا قال ان المنطق ده يعني القواعد بتاعته لا تعادي شخص او تحابي شخصا اخر، يعني مش بتجامل شخص على حساب التاني، لا دي قواعد حياديه جدا لانها بتعتمد على العقل والدقه. وكمان قال ان المنطق ليس خاصا فقط بالفلاسفه او العلماء، بل هو اله ذهنيه عامه، يعني اي انسان عادي ممكن يستخدم قواعد المنطق، وده اللي هنشوفه كمان شويه. طيب وكمان الغزالي كان شايف ان المنطق عبارة عن آلة برضو زي ما كان قايل أرسطو بتعصم العقل أو الذهن من الوقوع في أخطاء الإيه؟ التفكير، بتحميني أو بتلحقني قبل ما أقع في أي خطأ وأنا بفكر. طيب إحنا شفنا طبعا الفلاسفة اليونان وشفنا في العلماء المسلمين. طب في أواخر القرن 19 هنلاقي إن المنطق تطور بدرجة كبيرة جدا وأصبح قريب جدا من مناهج الرياضيات، بقى عامل زي الرياضيات بنسبة كبيرة جدا. ليه؟ لأن المنطق هنا في الحالة دي بدأ يستخدم الرموز بدلا من الألفاظ. ما احنا لو جينا بصينا على الرياضيات هنلاقي إن معظم تعاملها أو اعتمادها بيكون على الرموز لكن مش على الألفاظ. ده نفس الكلام اللي بقى يعمله المنطق، عشان كده في القرن 19 بدأوا يسموا المنطق أو بقى ظهر فرع جديد منه اسمه المنطق الرمزي. طيب ممكن يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي دلل بمثال على أهمية المنطق في حياتنا اليومية، أو يقول لي إن الإنسان العادي ده ممكن يستخدم قواعد المنطق بطبيعته أو بفطرته. أكيد طبعا الإنسان بيستخدم المنطق دون أن يشعر في حياته اليومية، يعني أنا ممكن من غير ما أحس أبص ألاقي نفسي بستخدم قاعدة أو اتنين من قواعد المنطق. يعني دلوقتي مثلا لو أنا يعني النتيجة بتاعتي طلعت وعايز أعرفها، طب ما انا هتصل باحد زملائي عشان اعرف، يعني اقول له يعني بلغني بالنتيجه. طب لو هو ما حددليش اسمي يعني وقال لي كل طلاب المدرسه ناجحين، طب ما انا طالب في المدرسه. طب ما احنا دلوقتي اللي ما ينطبق على الكل هينطبق على الجزء، دي قاعده من قواعد المنطق صح؟ طيب يبقى المدرسه كلها ناجحه، يبقى اذا انا كمان ايه؟ ناجح. يبقى انا دلوقتي اهو قدرت ان انا استخدم المنطق من غير ما اكون دارس ليه ولا حاجه. لكن طبعا قواعد المنطق مهمة، مش معنى كده انا ما ادرسوش، لا قواعد المنطق مهمة جدا طبعا لانها بتزيل الغموض او اللبس، يعني بتخلينا نميز بين الاشياء المتشابهة او المتداخلة. طيب بعد كده هنلاقي سؤال بيقول لي دراسة المنطق تفيد الباحث والانسان العادي، هل تؤيد ولماذا؟ طبعا اؤيد يعني، او حدد اهمية علم المنطق لدارسيه. هنلاقي ان اهمية علم المنطق هنا بتنحصر في كذا نقطة. اولا إن المنطق هنا بيساعد على فهم مبادئ الاستدلال المنطقي، لأن الاستدلال ده أهم موضوع من موضوعات المنطق. طيب بيقول لي فهم مبادئ الاستدلال قوانينه، إزاي الاستدلال بتاعي يكون سليم، إزاي أوصل لنتائج سليمة من المقدمات بتاعتي. طيب جميل جدا. كمان بيساعدنا المنطق على التمييز بين الأدلة السليمة والغير سليمة، أو الأدلة الكافية والغير كافية، يعني زي مثلا عشان كده قلت لكم ان هو بيستخدم في حاجات كتير جدا زي القانون. يعني دلوقتي القاضي ده لما بيجي يحكم مثلا في قضية او حاجة بيعتمد على قواعد المنطق عشان يقدر يشوف الادلة اللي بتطرح عليه. تالت حاجة ان هو بيساعدنا على استخدام الالفاظ بدقة، يعني بيخلي الفاظنا غالية خالية من الاخطاء او الغموض. وبينمي ايضا عندنا الروح الايه النقدية، يعني بيخلينا نفحص الافكار
قبل ما نقبلها او نرفضها، وبينمي كمان الروح العلميه ان هو بيساعدنا على التفكير العلمي، لانه في النقطه الاخيره هنبص هنلاقي ان هو بيحررنا من تاثير طبعا العاطفه او الشائعات او الاهواء او الميول. طيب ده كان استعراض لاهميه علم المنطق. طبعا احنا لما جينا اتكلمنا في البدايه قلنا ان المنطق بيدرس قواعد التفكير. طيب جميل، انا لما باجي اعبر عن تفكيري هعبر عنه ازاي؟ يعني انا عايز اوصل لك فكره. طيب هعبر لك عنها بالجمل والالفاظ باللغه. حلو، معنى كده ان المنطق واللغه ليهم صله قويه جدا او صله وثيقه جدا ببعضهم البعض، لان زي ما قلنا المنطق بيدرس التفكير والانسان بيعبر عن تفكيره بواسطه مين؟ اللغه. عشان كده بيقال ان اللغه اللي احنا بنتكلمها دي هي الفكر المنطوق اللي احنا بننطقه. طيب والفكر هو لغه غير منطوقه، يعني الافكار اللي في عقلنا هي عباره عن لغه بس احنا ما نطقناهاش او ما قلناهاش يعني. طيب كمان لو جينا نتكلم على الانسان، لو هنعرفه تعريف منطقي هنلاقي ان الانسان احنا بنقول عليه ان هو حيوان عاقل او كائن حي عاقل، يعني عشان نميزه عن غيره من الكائنات. طب ما احنا ممكن نميزه كمان ونقول ان هو حيوان ناطق او كائن حي ناطق، لان دول من السمات المميزة للانسان اللي هو العقل والنطق. طيب عندنا في عالم اسلامي اسمه ابا حيان التوحيدي قال مقولة جميلة جدا على علاقة النحو بالمنطق. قال ان النحو منطق لغوي والمنطق نحو عقلي. يعني النحو منطق لغوي، يعني النحو ده هو اللي بيضع قواعد اللغة عشان تبقى سليمة، والمنطق نحو عقلي يعني المنطق هو اللي بيضع لنا قواعد التفكير عشان نضمن ان تفكيرنا برضو يكون تفكير سليم. طيب انا قلت قبل كده ان الاستدلال اهم موضوعات المنطق. حلو، طب الاستدلال ده احنا بنعمل فيه ايه؟ الاستدلال ده احنا بننتقل فيه من المعلوم الى المجهول. يعني انا لو جيت قلت لك مثلا ان كل قاتل يجب ان يعدم وفلان ده قاتل يبقى فلان ده يجب ان يعدم، معنى كده ان انا انتقلت من معلوم الى مجهول، يعني من حاجه انا كنت عارفها او معروفه بالنسبه لي لشيء كان غامض او ما كانش موجود. طيب المعلوم والمجهول دول انا لما جيت عبرت عنهم دلوقتي عبرت عنهم بايه؟ عبرت من خلال جمل ومن خلال الفاظ. طيب جميل، الجملة بقى في المنطق اسمها القضية المنطقية، عشان نبقى متفقين ان الجملة في المنطق ما اسمهاش جملة، اسمها قضية ايه؟ منطقية. طب اللفظ في المنطق اسمه الحد المنطقي. الحد الايه؟ المنطقي. طيب جميل، احنا دلوقتي هنتكلم على الحد المنطقي. ممكن يجي يقول لي عرفه مع ذكر مثال. الحد المنطقي هو احد طرفي القضية ويحدد جزءا بسيط من معنى القضية، يعني لا يفيد المعنى كامل او ما بيعطيش المعنى كامل. دلوقتي لو انا جيت قلت احمد وسكت كده، ايوه احمد ده ماله يعني؟ انا مش فاهم ليه، لان انا دلوقتي قلت حد منطقي ما قلتش قضية على بعضها. لكن لما اجي اقول احمد مجتهد، انا كده عرفت ان في واحد اسمه احمد بنصفه ان هو مجتهد، يبقى احمد لوحدها حد منطقي ومجتهد دي برضه حد منطقي، كل واحدة فيهم لوحدها ما نفهمش منها حاجة. ليه؟ لأنها مجرد طرف في القضية. طيب الحد المنطقي ممكن يكون لفظ أو أكتر من لفظ، يعني ممكن مثلا لو جيت قلت إيه؟ القاهرة عاصمة مصر، أو زي في المثال اللي قدامنا الفيلم. الفيلم ده حد منطقي صح؟ طيب طب لو جيت قلت الفيلم السينمائي، هو حد منطقي برضه بس مكون من لفظين. طب لو قلت الفيلم السينمائي المصري، ده حد منطقي بس مكون من ثلاث ايه؟ الفاظ. يبقى ممكن الحد المنطقي يكون لفظ واحد او عده الفاظ مختلفه. طيب الحد المنطقي برضو لازم نفهم وضعه في القضيه، ان احنا اما بنخبر عنه بنقول عنه خبر، او ان احنا بنخبر به بنقول به خبر او بنصف به شيء او الكلام ده كله. طيب لو هنيجي نصنف الحد المنطقي من حيث الكم، يعني ايه كلمه الكم دي؟ الكم اللي هو الكمية أو العدد، يعني مثلا عندنا هنلاقي في الكم في حد كلي وحد جزئي. طب نبدأ بالحد الجزئي. حد الجزئي بيطلق على فرد أو شيء واحد بالذات بعينه، طيب ولا يطلق على غيره، ما بيطلقش على أي شيء تاني غيره أو أي شخص تاني غيره، ولا يدل على أي صفة من صفاته.
ما بيوضحناش صفات الشيء. يعني مثلا لو جيت قلت نهر النيل، طبعا احنا معروف ان نهر النيل هو نهر واحد بس، مفيش اي انهار تانية بالاسم ده غيره. طيب بس كلمة النيل دي ما ادتنيش اي صفات، يعني ما لهاش اي صفة على النهر يعني. طيب بالنسبة للحد الكلي هنلاقي ان هو بيطلق على عدة افراد او اشياء يشتركون في صفات معينة. طيب ويطلق او يمكن ان هو يطلق على فرد واحد منهم على حدة بمفرده، زي كلمة نهر. احنا قلنا قبل كده نهر النيل كانت حد جزئي صح؟ طب كلمة نهر دي لوحدها هنلاقي ان هي حد كلي، لانها بتطلق على انهار كتير، بتطلق على نهر النيل نفسه اللي لسه قايلين عليه، تمام، نهر الفرات، نهر دجلة، كل الانهار اللي في العالم واللي بيشتركوا في صفات كتير زي ان مياههم معذبة او كذا او كذا. ويمكن ان هي تطلق على نهر فيهم ايه؟ على حدة يعني بمفرده. طيب بعد كده بيقول لي ميز بين الحد الموجب والحد السالب. سؤال اهو قارن مع ذكر الامثله. طبعا الحد الموجب هو الذي يعبر مدلوله عن وجود شيء او صفه، يعني ان انا بثبت الشيء او صفه الشيء. يعني مثلا لو جيت قلت شجاع، طيب ده حد مثبت مش منفي، يعني موجب، يعني بيدل على وجود صفه الايه؟ الشجاعه. مثلا لو جيت قلت احمد شجاع، عمر شجاع، طيب. لكن الحد السالب ده بيعبر مدلوله عن غياب شيء او صفه، بمعنى ان هو حد منفي، يعني التسبيق اداه نفي مثلا لا او ليس او كده. طيب يعني او غير، يعني مثلا لو جيت قلت غير شجاع، ده احنا بنعبر هنا عن غياب صفه مين؟ الشجاعه. طيب في بقى حد اسمه الحد الجمعي، او بيطلق عليه لقب تاني اسمه اسم الجمع. ايه عباره عن ايه حد الجمع ده؟ ده بيطلق على عدة أفراد مجتمعين ولا يطلق على فرد واحد منهم على حدة. يعني إيه على حدة؟ بمفرده يعني. طيب زي إيه كده مثلا؟ زي كلمة قبيلة، كلمة جيش. طيب دي بتطلق على عدد من الأفراد بس لازم يكونوا مجتمعين، لأن أنا ما ينفعش أطلقها على واحد منهم بعينه. يعني ما ينفعش أجي أقول مثلا أحمد قبيلة أو أحمد جيش، ما تجيش يعني، ما ينفعش، لازم اقولها على عدد من الافراد ويكونوا مالهم مجتمعي. طب احنا لما نيجي نتكلم على اسم العالم، يعني ايه اسم العالم؟ اللي هي الاسامي بتاعتنا بقى، احمد، محمد، عمر، مينا، وائل، تامر، اي اسم. طيب هل بنصف انها حد كلي ولا حد جزئي؟ طيب اسم العالم حد جزئي. ليه؟ انا لما بقول اسم العالم ده بقصد بيه كام شخص؟ طبعا شخص واحد، على الرغم ماشي ان الاسم ده بيطلق على عدد كبير من الافراد، يعني مثلا اسم كريم، اسم ايمن، اسم احمد، بيطلق على عدد كبير من الافراد، بس هل كل اللي بيطلق عليهم الاسم ده بيشتركوا في نفس الصفات؟ اكيد لا. طيب ما احنا لما جينا اتكلمنا على الحد الكلي قلنا افراده بيشتركوا في صفات معينه، دول لا. وفي نفس الوقت انا قلت انا بقصد بيه شخص ايه؟ واحد، عشان كده يعتبر حد ايه؟ جزئي. بس ناخد بالنا ان في بعض الالفاظ، ودي نقطة مهمة جدا، ممكن تبقى بمعنى صفة او اسم. يعني مثلا لو انا جيت قلت كريم، كريم ده ممكن يبقى اسم صح؟ وممكن يبقى صفة. لو اسم خلاص يبقى انا قاصد شخص واحد اسمه كريم، يبقى ده حد جزئي. طب لو انا بوصف شخص ان هو كريم، هل ما ينفعش اوصف حد تاني بالصفة دي؟ ينفع طبعا. طب ما عشان كده لو صفة هتبقى حد ايه؟ كلي. يبقى اللفظ الواحد، ناخد بالنا اللفظ الواحد ممكن يبقى حد كلي او حد جزئي على حسب ما يقصد به، ان هو لو صفة كلي، لكن لو اسم بيبقى حد ايه؟ جزئي طبعا. طيب تعالوا بقى نتكلم على كيفية تحويل الحد الكلي لحد جزئي والعكس. ازاي احول الحد الكلي لحد جزئي؟ انا عندي ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي الإشارة، إن أنا بسبق الحد الكلي ده باسم إشارة. يعني مثلا لو أنا جيت قلت نهر، طيب أنا أعرف أنا أقصد أنهي نهر دلوقتي؟ لا طبعا. لكن لو جيت قلت هذا النهر وشاورت على نهر معين وليكن نهر النيل بتاعنا ده، طيب يبقى أنا كده بقصد نهر إيه؟ واحد. طيب بقى حد إيه؟ جزئي طبعا. طيب إيه تاني غير الإشارة؟ عندنا التخصيص. مش احنا لسه قايلين ان نهر دي حد كلي؟ طب لو ضفت لها كلمة النيل، يعني نهر النيل، انا كده بقصد برضه نهر واحد، يبقى اتحولت من حد كلي الى حد جزئي. عندي طريقة ثالثة وهي الاضافة، ان انا
بضيف الحد الكلي لشخص او مجموعه اشخاص. يعني مثلا بقول نهرنا، النهر بتاعنا احنا اللي هو نهر النيل. طيب جميل، يبقى انا كده برضو بقصد نهر ايه؟ واحد. وكده اتحولت من حد كلي لحد جزئي. يبقى عندنا كام طريقه؟ ثلاثه: بالاشاره، بالتخصيص، بالاضافه. طيب جميل، هل بقى ينفع ان انا احول الحد الجزئي لكلي؟ طيب ده سهله جدا وبسيطه. انا دلوقتي قلت الاشاره والتخصيص والاضافه، حلو. هنحسب اسم الاشاره يرجع لحد تاني حد كلي. بدل التخصيص هنعمم يبقى تعميم، يعني بدل نهر النيل مثلا هنقول نهر، خلاص رجع حد كلي. طبعا هنشيل الايه؟ الاضافه او النسب، يبقى رجعنا لحد الجزئي تاني لحد كلي. يبقى طبعا نقدر نحول الحد الكلي لحد ايه؟ جزئي. ونقدر نحول الحد الجزئي لحد ايه؟ كلي. طيب ان شاء الله هندخل بعد كده على القضايا، لان طبعا دي حاجه مهمه جدا ولازم ناخد بالنا منها. بس زي ما اتفقنا ان الحد ليه انواع، زي ما قلنا من حيث الكم في حد كلي وحد ايه؟ جزئي. من حيث الكيف في حد موجب وحد ايه؟ سالب. وقلنا نقدر نحول الحد الكلي لجزئي او الايه؟ او العكس. طيب هنيجي نتكلم بقى على القضية المنطقية. طيب طبعا هنا الجملة دي بتبقى يعني قول مفيد، يعني بيقول معنى يعني. طب لو هنيجي نتكلم على القضية المنطقية، القضية المنطقية هي جملة خبرية يمكن ان هي تتصف بالصدق او الكذب. يعني مثلا لو انا جيت قلت الحديد معدن، طيب الحديد معدن دي قضية صادقة. طب لو جيت قلت الخشب معدن، طبعا دي قضية ايه؟ كاذبة. طيب يبقى شفنا القضية المنطقية بنقدر ان احنا نحكم عليها انها صادقة او كاذبة. عشان كده الجمل الانشائية لا تصلح قضايا منطقية. يعني ايه؟ الجملة الانشائية دي اللي هي القضايا بقى، او الجمل اسف، اللي هي بتعبر عن الامر او النهي او الكلام ده كله، او الاستفهام او التعجب. زي مثلا لما اقول ذاكر دروسك، طب ما انا دي ما اقدرش احكم عليها انها صادقه او كاذبه لان دي ما فيهاش خبر. يبقى لو جه قال لي ليه او بما تفسر الجمل الانشائيه لا تصلح قضيه منطقيه، هقول له طبعا لان لا يوجد بها خبر نحكم عليه بالصدق او الكذب. وممكن يجيبها لي بطريقه تانية، يقول لي مثلا في اسئله الصواب والخطا يقول لي ما اجمل الطبيعه، او يجيب لي اي اسلوب انشائي يقول لي قضية منطقية صح أو خطأ مع التعليل. هقول له طبعا العبارة خاطئة لأن دي جملة إنشائية لا يوجد بها إيه؟ خبر، يعني ما نقدرش إن احنا نحكم عليها بالصدق أو بالكذب. طيب هنتكلم بقى على الروابط القضوية. احنا عندنا الروابط القضوية دي بتبقى بعض الألفاظ اللي بتربط ما بين قضيتين بسيطتين عشان تخليهم قضية مركبة. يعني مثلا لو انا جيت عندي اول رابط فيهم رابط الوصل او العطف، وجيت قلت نام الحارس واستيقظ اللصوص، تمام. جيت قلت احمد مهندس وعمر طبيب، الحديد معدن والاكسجين غاز. طيب ده كده اسمه رابط الوصل او العطف. في رابط تاني اسمه رابط الفصل، اللي هو بستخدم فيه اداه اما او. يعني مثلا لو جيت قلت اما ان عمر متفوق في الفلسفه او في علم النفس، اما او، يعني قضيتين بفصلهم عن بعض، لو واحدة اتحققت المفروض التانية ما تحققش في الفصل ده. طيب عندي كمان رابط اسمه رابط الشرط، اللي هو بستخدم فيه إذا. يعني لو جيت قلت إيه؟ إذا أمطرت السماء مثلا ابتلت الأرض، أنا عندي جملتين اللي هي أمطرت السماء وابتلت الأرض طبعا. طيب جميل. طيب هنا احنا عندنا في قضايا بسيطة وفي قضايا مركبة، إيه الفرق ما بينهم؟ القضية البسيطة دي هي اللي بتتكون من موضوع ومحمول مفردين بس، يعني زي الحديد معدن زي ما قلنا دي قضية بسيطة. طب القضية المركبة دي بتتكون من كم قضية بسيطة؟ قضيتين. طيب والقضيتين دول بيبقى لازم يبقى بينهم رابط من الرابط اللي احنا قلنا عليها من شوية، زي مثلا لما اجي اقول الحديد معدن والاكسجين غاز. طبعا بمناسبة الرابط لازم ناخد في اعتبارنا ان الـ لا او ليس ادوات النفي برضو بتكون لي ساعات قضايا مركبه. هي يعني بتستخدم في القضايا البسيطه، مثلا زي لو جيت قلت ليس كل ما يلمع ذهبا، دي قضيه بسيطه. لكن لو جيت قلت مثلا ليس اذا كان الجو صحوا كان ممطرا، يعني لو الجو مثلا مشرق او مشمس مش هيبقى ممطر. طيب
لو هنيجي نصنف القضايا من الناحية المنطقية، هنلاقي ان انا عندي قضية بسيطة، قضية متناقضة، قضية عرضية، قضية تكرارية. طب ايه الفرق بينهم؟ القضية التكرارية دي صادقة دائما، يعني مستحيل ان تكون كاذبة. زي مثلا ما اجي اقول ايه، كل العزاب غير متزوجين. جميل، دي قضية تكرارية. يعني ايه تكرارية؟ الموضوع والمحمول بمعنى واحد، فعشان كده بتبقى صادقة دائما. طيب لو انا جيت قلت قضايا المتناقضة، هلاقي القضايا المتناقضة دايما كاذبة ولا تصدق ابدا. يعني لو جيت قلت بعض العزاب متزوجين، قال لا، ازاي عزاب وازاي متزوجين؟ فالموضوع والمحمول هنا او الطرفين بتوع القضية هنلاقيهم متناقضين. طيب عشان كده كاذبة دائما. قضايا العرضية طبعا دي بتحتمل الصدق كما تحتمل الكذب، يعني لازم ارجع للواقع عشان اتاكد من صدقها او كذبها. يعني مثلا لو جيت قلت الحديد يتمدد بالحراره او الحديد يطفو فوق الماء، دي حاجات لازم اعمل عليها تجارب او اختبارات. طبعا طبعا لو هنيجي نتكلم على القضيه لازم نعرف انها بتتكون من ايه. القضيه بتتكون من موضوع ومحمول ورابطه. الموضوع ده حد منطقي نخبر عنه، وفي الغالب بيكون اسم. طيب اما المحمول ده حد منطقي نخبر به، وممكن يكون اسم او فعل او صفه. يعني مثلا تعال ناخد امثله، لو جيت قلت احمد طالب، هنا الموضوع اسم والمحمول اسم. طيب احمد يذاكر دروسه، هنا الموضوع اسم والمحمول فعل. احمد مجتهد، هنا الموضوع اسم والمحمول صفه. يبقى اللي ممكن يبقى اسم او فعل او صفه المحمول. طب الرابطه، الرابطه دي لفظ بيفيد العلاقه بين الموضوع ومين والمحمول. يعني ايه بيفيد العلاقه بينهم؟ هل في اتصال ام انفصال بين الموضوع والمحمول؟ طبعا الرابطه لو موجبه هتفيد الاتصال، وبتبقى مستتره في اللغه العربيه ما بتظهرش. يعني مثلا لو جيت قلت الحديد معدن، طب فين الرابطه هنا؟ هو بس هو ما بتتقالش في اللغه العربيه طبعا، بنقول على طول الحديد معدن. اما الرابطه السالبه دي لو اتكلمنا عنها هنلاقي انها بتفصل الحدين عن بعض، اللي هو الموضوع ومين؟ والمحمول. زي لو جيت قلت السماء ليست مليئة بالغيوم، تمام، انا هنا فصلت بين السماء وبين مليئة بالغيوم من خلال ليست. طيب دلوقتي لو هنيجي نتكلم على الاستغراق، طبعا الاستغراق ده جزء مهم جدا عندنا في المنهج، وبيجي عليه اسئلة كتير وبيرتبط بالدروس اللي بعده. طيب ايه هو الاستغراق؟ الاستغراق معناه شمول الحكم لكل افراد الحد المنطقي سواء كان الموضوع او المحمول. يعني دلوقتي لو جيت مثلا قلت كل العرب احرار، طيب انا هنا قلت كل العرب، يعني حكمت على العرب ككل، يبقى انا استغرقت كلمه العرب شملتها. لكن كلمه احرار انا ما شملتش كل الاحرار اللي في الدنيا، انا اتكلمت على العرب فقط. طيب يبقى هنا الموضوع مستغرق والمحمول غير مستغرق. طب لو جيت قلت كل العرب ليسوا جبناء، انا هنا استغرقت الموضوع والمحمول. طب احنا متفقين ان كل العرب دي كل خلت العرب مستغرقة لان انا شملتهم كلهم. طب ازاي انا شملت بقى المحمول اللي هو كلمة جبناء؟ شملته بالاستبعاد او بالسلب، لان انا بقول كل العرب مالهم؟ ليسوا جبناء، يبقى انا استبعدت كل الجبناء عن العرب، يبقى انا استغرقتها برضو. طيب نيجي بقى للقضيه اللي بتقول بعض العرب احرار، انا هنا لا استغرقت الموضوع ولا استغرقت المحمول، تمام، لان سواء ده او ده الاثنين غير مستغرقين. انا بقول بعض العرب ما جمعتهمش كلهم، وبقول احرار بس كده من غير نفي، فطبعا احرار دي ممكن تطلق على اي حد تاني. طب بعض العرب ليسوا جبناء، انا هنا ما استغرقتش الموضوع لان انا قلت بعض العرب، لكن قلت ليسوا جبناء. ليسوا ايه؟ جبناء. يعني ايه ليسوا جبناء؟ انا هنا بستبعد كل الجبناء عن مين؟ عن العرب. طيب جميل، طب احنا نستنتج هنا حاجه، ان الكليات تستغرق الموضوع. الكليات مالها؟ تستغرق مين؟ الموضوع. والسالبات تستغرق المحمول. لازم نحط القاعده دي، لو فهمناها كويس هنرتاح. الكليات تستغرق الموضوع والسالبات تستغرق المحمول. يعني حتى هلاقي عندي هو بيقول لي حدد موضوع ومحمول وكم وكيف القضايا الاتيه والحدود المستغرقه فيها. مثلا لو جه قال لي كل الطلاب محترمين، طيب انا استغرقت مين؟ الطلاب بس، لانها كليه ما فيش سالب. كافه المدن ليست ملوثه للبيئه، طيب جميل، انا استغرقت الاثنين، ما هي كافه زي كل،
يعني ناخد بالنا ان كل وكافه وجميع كلهم بمعنى واحد. طب انا قلت ليست، يبقى انا كده بستغرق مين؟ المحمول. طيب لو جيت مثلا قلت بعض، تمام، او معظم المدن مزدحمه بالسكان، انا ما شملتش المدن كلها، تمام، وما ما شملتش برضو المدن المزدحمه بالسكان كلها. طيب يبقى انا هنا لا استغرقت الموضوع ولا استغرقت المحمول. يبقى لو هنيجي نصنفهم كده هنلاقي الكليه الموجبه تستغرق مين؟ الموضوع فقط. الكليه السالبه تستغرق الموضوع والمحمول. الجزئيه الموجبه لا تستغرق ايا من الحدود. الجزئيه السالبه تستغرق المحمول فقط. طيب هنتكلم بقى على الموضوع الثاني عندنا، هنتكلم على الاستدلال. ايه هو الاستدلال؟ هو عمليه عقليه ننتقل بواسطتها من المعلوم الى المجهول. يعني بننتقل من شيء احنا ما نعرفوش لحاجه، من شيء احنا نعرفه لشيء احنا ما نعرفش عنه حاجه. طيب الاستدلال اللي هنبدا نتكلم عنه دلوقتي هو الاستدلال المباشر. طبعا لازم نركز جدا جدا في الاستدلال المباشر والغير مباشر، لان دول اسئله المنطق، يعني دول اللي بيجي فيهم المسائل، وبيجوا طبعا في خاصه القياس بيجي في الاسئله الاجباريه يعني. طيب هنيجي نتكلم على الاستدلال المباشر. هو استدلال ننتقل فيه من قضيه واحده الى نتيجه، زي مثلا التقابل بين القضايا اللي بتشوفه على مربع ارسطو. طيب هنا التقابل بين القضايا ان احنا بنشوف صدق او كذب قضيه من قضيه اخرى، بس هنا القضايا المتقابله دي فيها حاجه، انها بتتفق في الموضوع والمحمول. احنا قلنا بكده الموضوع اللي هو زي المبتدا في العربي، والمحمول اللي هو زي الخبر. طيب امال بتختلف في ايه؟ بتختلف في الكم اللي هي بتبقى كليه او جزئيه، بتختلف في الكيف اللي هي بتبقى موجبه او سالبه، تمام، او بتختلف في الكم والكيف ايه معا، تمام. يعني مثلا قضيه تبقى كليه موجبه والتانيه تبقى كليه ايه سالبه. طيب طبعا احنا يعني هنشرح اشكال التقابل كلها، تمام، لان طبعا اشكال التقابل مهمه جدا من ناحيه التطبيق. احنا ممكن هنقول عليهم بس مثال واحد او حاجه، لان طبعا ممكن يجي عليهم صياغ كتير جدا يعني. طيب احنا قلنا ان القضايا المتقابله بتتفق في الموضوع والمحمول، لكن بتختلف في الكم او في الكيف او في الاثنين. طيب عندي في نوع من انواع التقابل اسمه التقابل بالتناقض. طيب ركزوا بقى معايا جدا، التقابل بالتناقض ده بيكون بين القضايا اللي بتختلف في الكم والكيف مع بعض. يعني مثلا كليه موجبه جزئيه سالبه، عكسها خالص اهي، كليه جزئيه موجبه سالبه. طب القضايا اللي بتتقابل بالتناقض بيبقى حكمها ايه؟ القضايا اللي بتتقابل بالتناقض بتبقى حكمها لا تصدقان معا ولا تكذبان معا. طيب انا قلت لا تصدقان معا، يعني اذا صدقت احداهما كذبت الايه؟ الاخرى. ولا تكذبان معا يعني العكس صحيح. يعني القضايا اللي بتتقابل بالتناقض حكمها دايما عكس بعضه، لو واحده صادقه الثانيه كاذبه، والعكس ايه؟ صحيح. طيب تاني حاجة التقابل بالتضاد، ده بيكون بين القضايا الكلية المختلفة كيفا فقط، اللي هما مين؟ الكلية الموجبة والكلية السالبة. طب دول حكمهم ايه؟ لا تصدقان معا، زي اللي قبلها مثلا في الصدق اهو، لو واحدة صادقة التانية ايه زي ما قلنا؟ كاذبة، لان انا بقول ايه؟ لا تصدقان معا. لا تصدقان معا دي معناها ان لو واحده صادقه الثانيه كاذبه، لكن بقول ايه هنا بقى في الكذب؟ قد تكذبان معا، قد. طب كلمه قد دي في اللغه العربيه يعني بتفيد الايه؟ بتفيد الشك. الشك بين الصدق والايه؟ والكذب، يعني غير معروف صدقها او كذبها. يبقى انا فعلا بقول غير معروفه، مش عارف حكمها ايه، اذا كانت صادقه ولا كذبه. طيب بالنسبه للتقابل بعد كده بالدخول تحت التضاد، بيبقى بين القضيتين الجزئيتين اللي بيختلفوا في الكيف فقط، زي مثلا الجزئيه الموجبه والجزئيه السالبه. احنا قلنا التضاد لا تصدقان معا وقد تكذبان معا، صح كده؟ ده عكسه اللي هو ايه؟ قد تصدقان معا ولا تكذبان معا. طيب قد تصدقان معا يعني لو واحده صادقه بقى هنا
التانية حكمها غير معروفة، لأن زي ما قلت لكم قبل كده قد بتفيد الإيه؟ الشك. لكن لا تكذبان، يعني لو واحدة كاذبة التانية صادقة طبعا. يبقى أنا في الثلاث أنواع اللي اتكلمت فيهم دلوقتي اللي هم التناقض والتضاد والدخول تحت التضاد. طب تعال نعمل حاجة بسيطة كده تسهل علينا الأمور. أنا يا إما بلاقي قبل تصدقان وتكذبان، بلاقي إيه؟ يا إما بلاقي لا، يا إما بلاقي قد. متفقين على كده؟ يا إما بلاقي لا، يا إما بلاقي قد. طب لو أنا لقيت لا، لا دي معناها إن أنا هعكس وضع الصدق والكذب، يعني لو واحدة صادقة التانية كاذبة، لو واحدة كاذبة التانية صادقة، ده في حالة إن أنا لما بلاقي لا. طب لقيت قد، أنا قلت لكم قد دي بتفيد الإيه؟ الشك. يبقى على طول القضية التانية حكمها غير معروف، حكمها غير معروف. طيب بعد كده عندنا التقابل بالتداخل، ده بيكون بين القضايا اللي مختلفة كما فقط، تمام؟ طيب اللي هو مثلا كاف ميم وجيم ميم متفق مختلفة كما فقط، طيب جميل. أو كاف سين وجيم سين، تمام؟ يعني هما في الكيف اللي هو الموجب والسالب بيبقوا زي بعض، لكن مختلفين اللي هي في حتة كلية وإيه؟ وجزئية. يعني عندنا مثلا قضية الكلية الموجبة بتقابلها الجزئية الموجبة، قضية الكلية السالبة بتقابلها الجزئية السالبة تحتها. طب حكمهم إيه؟ في الصدق إذا صدقت الكلية صدقت مين؟ الجزئية، والعكس غير صحيح. إذا صدقت الكلية صدقت مين؟ الجزئية المتداخلة معاها، لكن العكس غير صحيح. العكس غير صحيح دي اللي هي معناها غير معروفة، حكمها غير معروف. طب بالنسبة للكذب، إذا كذبت الجزئية، تمام، كذبت الكلية، أنا هنا بطلع من الجزئية للكلية، إذا كذبت مين؟ الجزئية كذبت الكلية، والعكس غير صحيح. طيب جميل، إحنا ممكن نتلخبط شوية. طب إحنا نسهلنا على نفسنا، إحنا دلوقتي لما بنيجي ننتقل من الكلية للجزئية، إحنا طبعا عارفين في المربع أرسطو عندنا إن الكلية بتبقى في أول المربع كده فوق، طب والجزئية بتبقى أسفل المربع تحت. طب أنا منتقل من الكلية للجزئية، أنا كده بعمل إيه؟ بنزل ولا بطلع؟ أنا بنزل. طب هنقولها بطريقة بسيطة كده، هنقول إن الصدق بينزل لكن ما يطلعش. يعني إيه؟ بينزل من الكلية للجزئية، أه دي صادقة دي صادقة معاه، لكن ما يطلعش من الجزئية لمين؟ للكلية. طب بالنسبة للكذب هنقولها بطريقة بقى عكسها أهو، إحنا قلنا الصدق بينزل ما بيطلعش. طب الكذب، الكذب بيطلع ما ينزلش. يعني ايه؟ كذب بيطلع من الجزئية للكلية، يعني لو الجزئية كاذبة الكلية زيها، لكن العكس غير ايه؟ صحيح، يعني لو الكلية هي اللي كاذبة الجزئية بتبقى غير معروفة. طيب هنيجي نتكلم على القياس. ايه هو القياس؟ القياس ده نوع من الاستدلال الغير مباشر، ان احنا بنستنتج او نستنبط نتيجة من مقدمتين، واحدة فيهم بتبقى قاعدة عامة والتانية بتبقى حالة خاصة. بنطبق طبعا القاعدة العامة على الحالة الايه؟ الخاصة، ونوصل لمين؟ للنتيجة. طب ممكن يجي يقول لي ايه هي اهم شروط او قواعد القياس؟ احنا قلنا القياس بيتألف من ثلاث قضايا. ايه هما؟ مقدمة كبرى اللي هي القاعدة العامة، مقدمة صغرى اللي هي الحالة الخاصة، وتالت حاجة النتيجة اللي احنا بنستنتجها او بنستنبطها من المقدمتين. يبقى اول حاجة القياس يتكون من ثلاث قضايا. كمان القياس بيتكون من ثلاث حدود، عندنا فيه حد اسمه الحد الأكبر، ده بيبقى محمول المقدمة الكبرى، وعندنا فيه حد اسمه حد أصغر، ده بيبقى موضوع المقدمة الصغرى بيجي في بدايتها، وعندنا حد اسمه الحد الأوسط. الحد الأوسط ده بقى مهم جدا في القياس، هو بيجي في المقدمتين وبيختفي في النتيجة، لأن هو مهمته إن هو يربط بين الحد الأصغر والحد الأكبر، يعني اللي بينزلوا لي في النتيجة بس الحد الأصغر في أول النتيجة وجنبه الحد مين؟ الأكبر. طيب الحد الأوسط ده زي ما قلنا لازم إن هو يكون مستغرق، يعني لو هو جاي موضوع لازم يبقى قبليه كل، عشان إحنا قبل كده قلنا إن الكليات تستغرق مين؟ الموضوع. طيب طبعا لو جاي محمول، تمام، ودي هتبقى مستبعدة وهقول لكم ليه بعد كده، بيبقى لازم يبقى قبليه نفي، لان احنا قلنا السالبات هي اللي بتستغرق مين؟ المحمول. كمان من ضمن شروط القياس انه لا انتاج من سالبتين. مش احنا لما جينا قسمنا القضايا
قلنا في كليه موجبه، كليه سالبه، جزئيه موجبه، جزئيه سالبه. جميل. لازم المقدمتين بتوع القياس على الاقل واحده فيهم تبقى موجبه. طب لو الاثنين موجب مفيش مشكله برضو. المشكله لو القضيتين سالب، هنا بيبقى قياس غير منتج، مش صح. طب نفس الكلام بينطبق على القضايا الجزئيه، لا انتاج من قضيتين جزئيتين. يعني لو القضيتين بيبداوا ببعض كده نعرف على طول ان هو قياس خاطئ. ليه؟ لازم ان واحده فيهم على الاقل تبقى قضيه كليه، عشان احنا قلنا في قاعده عامه، يبقى لازم واحده على الاقل تبقى قضيه ايه؟ كليه. طب لو الاثنين كليات، يعني دي بتبدا بكل ودي بتبدا بكل، برضو مفيش اي مشكله. لكن ما ينفعش ان الاثنين يبقوا قضايا جزئيه، الاثنين يبداوا ببعض يعني. طيب كمان يجب الا يستغرق حدا في النتيجه ما لم يستغرق في احد المقدمتين. يعني انا دلوقتي لما بنزل في النتيجه بنزل مين؟ الموضوع المحمول. جميل. اللي هم الحد الاصغر والحد الاكبر. الحد الاصغر لو في المقدمه بتاعته مستغرق لازم ينزل زي ما هو، لو مش مستغرق برضه لازم ينزل زي ما هو، والحد الاكبر نفس الكلام. تمام. لو في قبله ليس مثلا او لا لازم ينزل بيها، والعكس برضه لو هو موجب لازم ان هو ينزل ايه؟ موجب، عشان ما يبقاش مستغرق في النتيجه وهو غير مستغرق في ايه؟ مقدمته. طيب ده بالنسبه لشروط القياس. الشكل الاول بقى لوحده، لان القياس خدوا بالكم القياس اربع اشكال، بس مش عايزين نقلق، هو احنا بندرس شكل واحد بس منهم اللي هو الشكل الاول اللي الحد الاوسط فيه، ركزوا معاه، بيبقى موضوع في المقدمه الكبرى ومحمول في المقدمه الصغرى. طيب يبقى موضوع في المقدمه الكبرى ومحمول في المقدمه مين؟ الصغرى. وده بالنسبه للشكل الاول. تمام. طيب الشكل الاول بيبقى ليه شرطين. تمام. ان المقدمه الكبرى لازم تكون كليه، والمقدمه الصغرى لازم تكون موجبه، وان شاء الله هنعرف السبب بعد كده ليه المقدمه الكبرى بتكون كليه وليه المقدمه الصغرى لازم تكون موجبه بالنسبه للشكل الاول. طبعا احنا زي ما قلنا ان الشكل الاول ده لازم المقدمه الكبرى بتاعته تكون كليه. ليه؟ طيب انا عندي السبب موجود قدامي، ولان ممكن يجي يقول لي برضه فيهم بما تفسر يعني. طيب المقدمه الكبرى لازم تبقى كليه حتى نشمل افراد الحد الاوسط كله في الحكم، لان الحد الاوسط بيجي موضوع في المقدمه الكبرى، فانا لازم احط قبلها كل، لان قلنا من شروط القياس ان الحد الاوسط لازم يبقى مستغرق. يعني لو جيت قلت في مقدمه كبرى مثلا كل العرب احرار، انا هنا استغرقت العرب اللي هو هيبقى حد اوسط بعد كده. طيب لكن لو جيت قلت بعض العرب ما انا ما استغرقتوش، ما ينفعش استغرقه في النتيجه، لان انا لسه اقول لكم ان المقدمه الصغرى لازم تبقى موجبه. المقدمه الصغرى مالها؟ لازم تبقى موجبه. ليه؟ عشان ما نستغرقش حد في النتيجه وهو غير مستغرق في المقدمه اللي جه فيها. يعني احنا لو دلوقتي حطينا المقدمه الصغرى سالبه، ما هو السالب ده هينزل، لا او ليس دي هتنزل في النتيجه، مع ان ما كانش فيه في الحد الاكبر ما كانش فيه قبله لا او ليس، هتنزل في النتيجه. طيب احنا كده هنبقى استغرقنا حد في النتيجه وهو غير مستغرق في مقدمته. طيب احنا عندنا الشكل الاول ليه اربع ضروب منتجين، ركزوا فيهم جدا، لان اي حاجه غير الاربع ضروب دول يبقى القياس خاطئ. طيب الاربع ضروب بيبقوا شكلهم عامل ازاي؟ الضرب الاول بتبقى المقدمتين قضايا كليه وموجبه، والنتيجه برضو قضيه كليه موجبه. يعني مثلا لو جيت قلت كل المجندين شباب وكل المتطوعين مجندون، اذا كل المتطوعين شباب. طيب انا هنا دلوقتي شايفين كل كل كل، يعني الثلاث قضايا المقدمتين والنتيجه قضايا كليه، وفي نفس الوقت ما فيش نفي في ولا واحده فيهم، يعني ما فيش لا او ليس في اي حاجه من المقدمات او النتيجه. ده الضرب الاول. يبقى الضرب الاول عشان ما نتلخبطش لازم ناخد بالنا ان احنا نقدر نميز بين الاربعه من خلال نتيجه كل ضرب. يعني الضرب الاول نتيجه كليه موجبه، الثاني النتيجه كليه سالبه، الثالث جزئيه موجبه، الرابع جزئيه سالبه. طيب الضرب الثاني الكبرى بتبقى كليه سالبه، اما الصغرى بتبقى كليه موجبه. طيب جميل. لكن النتيجه بتنزل كليه ايه؟ سالبه طبعا. طيب
زي مثلا لو جيت قلت مثال قدامي اهو، كل المحترفين ليسوا هواة، كل المتعاقدين محترفون، اذا كل المتعاقدين ليسوا هواة. طيب الضرب الثالث ان انا بلاقي المقدمة الكبرى بتاعتي كلية موجبة والمقدمة الصغرى جزئية ايه؟ موجبة. طبعا النتيجة بتنزل جزئية موجبة. زي مثلا لو جيت قلت كل الاثرياء بخلاء، بعض الاطباء اثرياء، يبقى اذا بعض الاطباء بخلاء مثلا. طيب الضرب الرابع والاخير اللي هو بتبقى القضية فيه كلية سالبة المقدمة الكبرى، وبتبقى المقدمة الصغرى جزئية ايه؟ موجبة. تمام؟ وطبعا النتيجة بتبقى جزئية سالبة. يعني مثلا لو جيت قلت كل المرضى ليسوا سعداء، بعض الفقراء مرضى، يبقى بعض الفقراء ليسوا ايه؟ سعداء. طيب برضو رغم كده ممكن يعني المسألة يجي يقول لي كون قياس من الشكل الأول، دايما بيجي كده في الامتحان يقول لي كون قياس من الشكل الأول، ويطلب بقى يعني مثلا يقول لي تختلف مقدمتيه كما وكيفا، تتفق مقدمتيه كما وكيفا. تمام؟ يستغرق أكبر عدد من الحدود، لا يستغرق أكبر عدد من الحدود، تستغرق نتيجتها وحديها، لا تستغرق نتيجتها وحديها. صيغ كتير جدا هنشوفها بعض. طيب بعد كده بيقول لي عقب على نظرية القياس الأرسطية. أولا قياس عقيم لا يؤدي إلى معرفة جديدة، ما بيضيف لناش حاجة جديدة. لو جيت قلت كل العرب أحرار وكل المصريين عرب، إذا كل المصريين أحرار. طب ما أنا كده كده لما قلت كل العرب أحرار، ما أنا حكمت على العرب كله بما فيهم المصريين. كمان بيطلب منا التسليم بصدق ما يريد البرهنة إيه عليه. يعني ما أنا أضمن منين مثلا إن لو جيت قلت كل الأثرياء بخلاء، دي حاجة مش مضمونة مش واقعية يعني. لكن رغم كده نظريات المنطق المعاصر بتتجاوز في نظرية القياس، بس بتعترف به كمصدر من المصادر المهمة يعني في المنطق الحديث أو المعاصر. طيب هنيجي نتكلم عن الحجج. طبعا الحجة دي عبارة عن مجموعة قضايا بنطلق عليهم اسم المقدمات، وقضية واحدة تترتب عليهم بتسمى النتيجة. طبعا هنا المقدمات مهمتها انها تقنعنا بمين؟ بصحة او صدق النتيجة. يعني مثلا لو جيت قلت ان كل القاتلين يجب ان يعدموا، وفلان ده قاتل، يبقى اذا فلان ده يجب ان يعدم. طيب ممكن الاقي سؤال عندي بيقول لي ميز بين الحجة الاستقرائية والحجة الاستنباطية. الاستدلال الاستقرائي او الحجة الاستقرائية بيختلف عن الاستدلال الاستنباطي في ايه؟ اولا نتيجة الاستدلال الاستقرائي بتكرر اكثر مما تكرره المقدمات. يعني مثلا لو جيت قلت الحديد معدن يتمدد بالحرارة، والذهب معدن يتمدد بالحرارة، والنحاس معدن، اذا كل المعادن تتمدد بالحرارة. انا في المقدمات حكمت على 3 معادن، لكن في النتيجة حكمت على المعادن ايه؟ كلها. طيب جميل. لكن في الاستنباط النتيجة اقل، بتبقى يعني اقل من المقدمات. يعني لو جيت قلت كل المعادن تتمدد بالحرارة والحديد معدن، اذا الحديد يتمدد بالحرارة. يعني انا انتقلت من الحكم على المعادن كلها للحكم على معدن واحد فقط، وهو مين؟ الحديد. طيب كمان الاستقراء او الاستدلال الاستقرائي بنلاقي ان النتيجة بتاعته احتمالية، يعني ما بتصلش ابدا لدرجة اليقين. لكن الاستنباط تمام، او الاستدلال الاستنباطي او الحجة الاستنباطية، طبعا لما المقدمات بتكون صادقة لازم النتيجة بتبقى صادقة. فرق كمان ما بينهم ان الحجة الاستقرائية بتتأثر بزيادة مقدمات، يعني لو ضفت لها مقدمات جديدة بتزيد بقى في القوة او في الضعف بتوعها زي ما هنشوف دلوقتي. لكن الاستنباطية لا تتأثر بزيادة المقدمات. تعال ناخد امثلة. مش احنا قلنا ان الاستقرائية بتتأثر بالمقدمات؟ انا دلوقتي لو جيت قلت ايه؟ باسم يشارك الرجال صينيين، وباسم يسافر الى الصين. طيب اذا باسم يتقن اللغة الصينية، ده مجرد احتمال مش اكيد يعني. طب لو زودت قلت باسم درس اللغة الصينية، باسم متزوج من امرأة صينية. طب هنا باسم يتقن اللغة الصينية دي لما قلتها بعد المقدمات الجديدة اللي انا زودتها، حاليا ده أثر على النتيجة خلاها أقوى من السابق. يبقى احنا زي ما شفنا الحجة الاستقرائية بتتأثر بإضافة مقدمات جديدة. لكن الحجة الاستنباطية لو جينا نبص المثال ده بيقول لي إذا حصل محمود على أكثر من 90% من أصوات الجمهور يفوز بالجائزة. طيب حصل محمود على أكثر من 90% من أصوات الجمهور، يبقى إذا محمود هيفوز بالإيه؟ بالجائزة أكيد، لأنه خلاص حقق الشرط المطلوب.
طب لو ضفت مقدمات جديدة، يعني مثلا لو جيت قلت قالت العرافة لمحمود انه لن يفوز بالجائزة، طيب الكلام ده مش مؤثر لانه خلاص حصل على 90%. او جيت قلت محمود لا يجيد الغناء في رأي الجمهور، كل ده مش هيغير اي حاجة من النتيجة. النتيجة ان محمود ده فاز بالايه؟ بالجائزة. والله لو حطيت 10 مقدمات 20 مقدمة اي عدد كده كده النتيجة بتبقى ثابتة ما بتتأثرش. برضه هنبص على نقطة مهمة جدا هنا عندنا، وهي التعميمات الاستقرائية. ايه هي التعميمات الاستقرائية؟ التعميم الاستقرائي، طيب ده عبارة عن حجة استقرائية بنصل فيها لحكم عام على مجموعة من الجزيئات من خلال دراسة عينة من الحالات دي. يعني مثلا لما اجي نقول كل المعادن تتمدد بالحرارة، ده كده اسمه تعميم استقرائي. طب انا عرفت منين؟ ان انا شفت مثلا عندي الحديد، شفت النحاس، شفت الذهب، دي حالات جزئية بس بعد كده حكمت على كل المعادن انها تتمدد بمين؟ بالحرارة. ممكن يجي يقول لي حدد وظيفة التعميمات الاستقرائية. اولا التعميمات تجنبنا الوقوع في اخطاء الماضي وتجعلنا نتحكم بصورة افضل في سلوكنا وافعالنا. يعني انا مثلا دلوقتي لو لقيت طعام معين انا بيؤلم المعدة عندي، وليكن البقوليات مثلا زي الفول او زي العدس او زي نوع من الاطعمه دي، طب ما انا هعمم ان البقوليات عامه لما باكلها بلاقيها بتتعب لي معدتي، خلاص هتوقف عن تناولها او هقلل من تناولها على قد ما اقدر. بس التعميمات نوعين، هنلاقي في تعميمات كليه وفي تعميمات احصائيه. التعميم الكلي انا بحكم فيه على كل اعضاء الفئه كلهم مفيش استثناء، زي مثلا ما اجي اقول كل البشر فانون، ده تعميم كلي لان مفيش حد مش هيموت. طيب التعميمات الاحصائيه، لو انا مثلا جيت قلت 35% من طلبه الثانويه العامه ناجحون، او 60% من طلبه الثانويه العامه ناجحون، او مثلا قلت 50% من الاسر المصريه تمتلك جهاز كمبيوتر، انا هنا بقول نسبه او رقم 50% 30% 60%، عشان كده حتى سموه تعميم احصائي. طيب هنتكلم بقى على المغالطات. ممكن يجي لي سؤال يقول لي عرف المغالطة المنطقية مع ذكر أنواع. المغالطة لغة من الغلط، واصطلاحا هي استدلال يحتوي على خلل. يبقى المغالطة كلغة لغة من الغلط، لكن كمصطلح هي استدلال يحتوي على ايه؟ على خلل في أخطاء. طيب ايه هنا أنواع المغالطات؟ في مغالطات طبعا بترجع للاستدلال الاستنباطي ودي اسمها مغالطات صورية، في مغالطات بترجع للاستدلال الاستقرائي ودي اسمها مغالطات غير صورية. طيب قبل ما نيجي نشرح المغالطات الصورية لازم نعرف ان في حاجة اسمها القضية الشرطية. ايه هي القضية الشرطية دي؟ دي قضية تتكون من قضيتين بسيطتين. الجزء الاول اسمه مقدم، اللي بيجي في الاول اسمه مقدم، والجزء الثاني فيها اسمه التالي، وفي الغالب بتبدأ بأداة شرط اللي هي إذا. يعني مثلا لو جيت قلت إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض، طيب إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض، أمطرت السماء ده مقدم، ابتلت الأرض ده الإيه؟ التالي، وفي الغالب التالي بيلزم عن مين؟ عن المقدم. يبقى ده معنى القضية الشرطية واللي هنبني عليها بعض المغالطات اللي هنشوفها إن شاء الله. طبعا المغالطات الصورية عندنا ثلاث مغالطات طبعا مهمين جدا 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 في الامتحان. يعني مثلا هنلاقي في مغالطة اسمها مغالطة إثبات التالي. لو جه قال لي مثلا إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض، وابتلت الأرض إذا أمطرت السماء، دي مغالطة. يعني مغالطة يعني الاستدلال خاطئ. ما هو دلوقتي ابتلال الارض ده مش شرط ابدا لسقوط المطر، ممكن الارض تبتل لاي سبب تاني. الصوره الصحيحه ان انا اقول ايه قدامنا؟ ايه اذا امطرت السماء ابتلت الارض، وامطرت السماء اذا ابتلت الارض. هنا سقوط المطر شرط ضروري، لما حصل ابتلت لازم الارض تبتل، عشان كده دي اسمها مغالطه اثبات التالي. ما ينفعش اثبت التالي، اثبت المقدم ده صح، لكن اثبت التالي دي اسمها مغالطه، مغالطه اثبات التالي. المغالطة الثانية عندي اسمها مغالطة إنكار المقدم. لو جيت قلت إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض، لم تمطر السماء إذا لم تبتل الأرض،
طبعا الكلام ده مش مظبوط برضه، لان هنا مش معنى ان السماء ما مطرتش ان الارض ما تبتلش، ممكن تبتل زي ما قلت لكم لاي سبب تاني اخر غير سقوط مين؟ الامطار. طب لو انا جيت انكرت التالي ده هيبقى صح، لو جيت قلت اذا امطرت السماء ابتلت الارض، لم تبتل الارض اذا لم تمطر الايه؟ السماء، لانه يستحيل ان تكون السماء مطرت من غير ما الارض تبتل. يبقى انا عندي مغالطتين شفناهم اهو ليهم علاقه بالقضيه الشرطيه، اللي هي مغالطه اثبات التالي ومغالطة إنكار المقدم. يبقى تعالوا نقولها مع بعض كده، التالي إثباته مغالطة، التالي إثباته إيه؟ مغالطة، لكن المقدم إثباته صح. طيب المقدم إنكاره مغالطة تمام، لكن إثباته إيه؟ صح. طيب جميل، يبقى هنا المغالطة حتى من أساميهم إثبات التالي، مغالطة إثبات التالي، مغالطة إنكار المقدم. طيب المغالطة الثالثة اسمها مغالطة الفصل. لو جيت قلت إما أن ماجد متفوق في الفلسفة أو علم النفس، إذا ماجد متفوق، مثلا ماجد متفوق في الفلسفة، إذا ماجد ليس متفوق في علم النفس. طيب ما هو ممكن هنا يجمع بين الاثنين، يعني ممكن ماجد ده يبقى متفوق في الاثنين، في المادتين، في الفلسفة وفي علم النفس، لأن احنا دلوقتي الفصل اللي بنتكلم عنه ده اسمه فصل ضعيف، نقدر نجمع فيه بين البديلين، ده بخلاف الفصل القوي طبعا انا ما اقدرش اجمع فيه بين بديلين. يعني مثلا لو جيت قلت اما ان تهبط الطائره في القاهره او في الاسكندريه، ده فصل ضعيف مستحيل الاثنين يحصلوا مع بعض. لكن لما اجي اقول لك ماجد يا اما متفوق في الفلسفه او في علم النفس، ما هو ممكن فعلا يبقى متفوق في المادتين. طيب طبعا اخر جزء معانا هنتكلم فيه اللي هو المغالطات الغير صوريه. عندي اولا مغالطه الحجه الشخصيه او التجريح الشخصي، دي مقصود بيها مهاجمه الشخص بدلا من مناقشة رأيه أو تحليل رأيه. يعني مثلا دلوقتي لو شخص بيشهد شهادة في المحكمة وقلنا أن الشخص ده تقاضى رشوة سابقا أو تم سجنه سابقا، كل ده لا يعني أن رأيه أو شهادته باطلة أو غير صحيحة، احنا بنناقشه في الشهادة اللي هو بيقولها مش في تاريخ حياته هو أو في تساوئه الشخصية، لا احنا بنتكلم في الرأي اللي هو بيقوله هل صحيح أو خطأ. عشان كده حتى اسمها مغالطة الحجة الشخصية، ان انا سايب الرأي نفسه ما بناقشوش وبجرح في صاحب الرأي ده. طيب بعد كده عندي مغالطة الاحتكام الى الجماهير، دي بتظهر لما بنيجي نقنع الاخرين بشيء لان معظم الناس يعتقدوا في صدقه. يعني الناس زمان كانت بتعتقد ان الارض دي مسطحة مش كروية تمام، وده اعتقاد ساد لفترة طويلة من الزمن. بقى اي حد يجي يقول له الناس كلها بتقول الارض مسطحة فيقتنع بالكلام بتاعه، دي كده اسمها مغالطة الاحتكام للجماهير. بعد كده عندنا مغالطة الاحتكام الى الشفقة، ودي بتظهر عند تبرير نتيجة الحجة باعتماد على اثارة الشفقة او العاطفة. زي طالب مثلا، المعلم طلب من الطلاب بحث، فواحد عمل له بحث سيء جدا بس تحجج بقى بظروفه، قال ان ظروفه صعبة وله عدة اخوة وبيصرف. طبعا كل ده ملوش علاقة بان البحث يكون سيء او جيد، عشان كده سميناها مغالطة الاحتكام للشفقة، يعني ده مش هيأثر على جودة البحث او عدم جودته. بعد كده عندنا مغالطة رجل القش، ودي عبارة عن تشويه موقف الخصم حتى يسهل الهجوم عليه واختراع نظرية المؤامرة. يعني لما واحد بيفسر كل الاحداث اللي بتحصل له تمام، او كل المساوئ اللي هو فيها انها مؤامره خارجيه، يعني الناس كلها بتتامر عليه وليس معه ايه دليل. طيب عشان كده ساعات برضو بيسموها مغالطه المؤامره، نظريه المؤامره تمام، مغالطه رجل القش اسمها برضو مغالطه نظريه المؤامره. اخر مغالطه معانا واخر حاجه معانا في المنطق خالص هي مغالطه المماثله الكاذبه. طيب ايه المماثله الكاذبه دي؟ ان احنا بنقارن او بنشبه شيئين او اكثر ببعضهم، بعد كده بنلاحظ ان اوجه التشابه بينهما مختلفة او غير صحيحة. مثلا زي الطالب لما يطلب من المعلم ان هو يفتح الكتاب اثناء الامتحان، يقول له ما زي مثلا ما المحامي بيبقى معاه مستندات بيستخدمها لما يجي يترافع في المحكمة، او الطبيب بيبقى معاه كتب بيستخدمها في تشخيص الحالات في بعض الاحيان، فده طبعا تشبيه غير صحيح بالمره او خاطئ، عشان كده بنسميها اسمها مغالطه المماثله الكاذبه. طبعا يعني نركز في المنطق اكتر على المربع، على القياس، لان الحاجات دي مهمه جدا، المسائل دي بتيجي بصوره اساسيه في الامتحان بشكل دائم.
عليها درجات مهمة جدا، حتى في رسم المربع نفسه، مربع التقابل أو اسمه مربع أرسطو، بيبقى عليه درجات ولازم نهتم بيها جدا. الامتحان إن شاء الله بيجي لنا امتحان بسيط جدا، بيبقى السؤال الأول في الفلسفة بيبقى إجباري، بيبقوا عبارة عن نقطتين. بعد كده بيجي لنا السؤال الثاني 3 نقط، بنختار نقطتين، والسؤال الثالث اللي هو الصح وخطأ برضو أو الاختيار المتعدد بيجي 3 نقط، بنختار نقطتين. نفس الصيغة بتبقى في المنطق، يعني برضو في المنطق الإجباري بيبقى نقطتين إجباريين، وفي الغالب بيجي واحدة منهم يا إما القياس يا إما المربع. السؤال الثاني بيجي فيه 3 نقاط، بنختار برضو 2، والسؤال الثالث اللي هو الصح أو خطأ مع التعليل أو اختيار من متعدد برضه بيبقى 3 نقط، بنختار منهم 2. وانا عن نفسي افضل ان احنا ما نختارش اي نقط، بالعكس لازم ان احنا نحل كل الاسئله كامله، عشان لو اخطات في سؤال او حاجه يبقى انا ضامن ان شاء الله ان سؤال تاني يكون صح يعني او حاجه. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بشكل كافي من مراجعه الفلسفه والمنطق. كان معاكم مستر اسلام عبد الحميد، واتمنى لكل الطلاب التوفيق في الامتحانات باذن الله.